وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف نقوم بتهيئة خلية أي طرد صغير لاستقبال فصل الشتاء؟ لقد قلت لكم من قبل لكي تقوم بتهيئة خلية لاستقبال فصل الشتاء يجب عليك أن تبدأ في نهاية موسم الفيض، يعني عندما تجني العسل، هنا تقوم بتغذية النحل بالمحلول السكري المركز، أقصد الخلايا الضعيفة أي الطرود التي تقوم بتهيئة لفصل الشتاء. لكن الخلايا التي بالعاسلة ونزعت منها العسل، إذ تركت لها العسل يعني تركتها التلت فهنا لا تغذيها، ولكن إذا كنت طماع وجمعت كل العسل فيجب عليك أن تغذيها بالمحلول السكري المركز أو العجينة السكرية حتى بداية فصل الخريف، يعني في هذا الوقت نبدأ بتهيئة النحل ونقوم بتغذيته بالمحلول السكري التحفيزي. عندما يبدأ الجو يبرد نبدأ بتغذية النحل بالمحلول السكري التحفيزي أو العجينة البروتينية. أنا هذه الخلية كما تشاهدون طرد لهذا العام، قمت بالقسمة في شهر ماي واليوم، وقمت بتغذيته بالمحلول السكري التحفيزي حتى نهاية شهر جويلية، قمت بتغذيته بالعجينة السكرية، واليوم سأقوم بتهيئته لفصل الشتاء. هذا هو الطرد الذي سنقوم بتجربة عليه، والدروس كلها ستكون عليه لطريقة تجهيز خلية لاستقبال فصل الشتاء، فلذا تابعوا معي الشرح جيدا. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التدخين كما قلت لكم هذا طرد شهر ماي، بداية شهر ماي، انظروا لقد قام بأكل جميع العجينة، انظر ما شاء الله، يعني كل النحل تقريبا صعد إلى الغداية. دائما أضع إطار أساس للطرود، أضع لهم دائما إطار أساس غير مبني، يعني في الأخير كأنه عازل، يعني انظروا هذا الإطار فيه العسل، كذلك النحل يتجمع عليه، يعني هذه الخلية متكونة من إطار 2 3 4 5 إطارات، يعني خمس إطارات متكونة من خمس إطارات. هذا الإطار به أيضا به عسل كما تشاهدون، به عسل. نحن الآن إخواني في نهاية شهر أوت، يعني دخول فصل الخريف. هناك من يقول لي ما زال الوقت، لكن أنا في منطقتي بدأ الوقت إخواني، وأنتم في منطقتكم لا أعرف. انظروا هذا الإطار في حضنة بالكامل، انظر. هناك من يقول لي يجب عليك أن تقوم بتضييق الخلايا في فصل الصيف،
يا إخواني أنا لم أضيق على الخلايا، وكما تشاهدون الملكة تضع البيض وبالكامل، هذا إطار فيه بيض، وهذا أيضا الإطار هذا فيه حضنة، نور حضنة، هذا أيضا فيه حضنة يا إخواني. طارين بهم حضنة ونحل قوي ما شاء الله، وهذا أيضا النورون وهني الخنفساء أكلات العسل هاته، انظروا أيضا هذا فيه حضنة والعسل وخبز النحل، الإطار الثالث، هاي الإطار الرابع، كله عسل، ليس عسل يعني جراء التغذية، عسل التغذية، لكن شاهدوا متكونة قلت لكم من أربع إطارات كاملا، ثلاث إطارات كاملة حضنة وإطارين بهم العسل وخبز النحل، يعني هنا هذه الخلية والإطار الأخير فيه عسل، انظروا هكذا يا إخواني تجهيز التهيئة. هذا الإطار إخواني، هذا إطار سادس كما تشاهدون فيه عسل، هذه التهيئة نبدأ فيها من هنا إخواني، يجب علينا أن نقوم بمراعاة كل الإطارات، الخلية فيها ثلاث إطارات حضنة مغلقة وفيها إطارين بهم عسل وحبوب لقاح، يعني هذه الخلية كافية لاستقبال فصل الشتاء، لكن سنقوم بتجهيزها في فصل الخريف. لكن كما تشاهدون إخواني هذا الإطار من هذه الجهة غير مبني، مبني هذه الجهة فقط، لو تركنا هذا الإطار داخل الخلية فربما سيقوم النحل بملء العسل في هذا الإطار يعني جهاته، لكن جهاته لا يقوم ببنائها، وهنا عندما يدخل فصل الخريف فتصعب عليه بناء هذا الإطار، فلذلك أنا ماذا أفعل في هذا الوقت؟ أقوم بنزع الإطار هذا، أنزعه، أقوم بنفس النحل داخل الخلية وأنزع هذا الإطار، نقوم بنزع هذا الإطار، هذا الإطار نقوم بنفض النحل هكذا هكذا، ننزع كل النحل الموجود داخل الموجود على الإطار وأقوم بنزعه، ويا إخواني ماذا أفعل؟ أقوم بإضافة إطار به يعني إطار مبني، إطار مبني دوره، قوم بإضافة إطار مبني، هذا إطار مبني عادي وجديد، سأقوم بإضافته هنا في الأخير، لا أضعه بين حضنتين مغلقتين ولا بين إطارين عسل أو غير ذلك، أضعه هنا إخواني الكرام، أضعه في الأخير فقط، ونقوم برش الخلية بخل التفاح والثوم، انظر هذا إخواني وقاية، لكن من المستحسن أن تكثر، تكثر هكذا على كل يعني الفراغ الموجود هكذا يا إخواني لكي تعقم الإطار، ومن بعد ذلك نغلق على الخلية، نغلق على الخلية الأمر هذه، نغلق على الخلية، أقوم بنزع يعني الزوائد هذه من العقبة، هنا فيها إخواني بعض البقايا للنمل وكذلك للنحل الميت، لذلك نقوم بتنظيف كل شيء هكذا لأننا نهيئ النحل لاستقبال فصل الشتاء، وفصلت على الأبواب يا إخواني هكذا
نوره. بعد ذلك أيضا هاته، إنه جاء وقت الخريف، وكما تعلمون وقت الخريف إخواني النحل يجمع أكبر بكمية كبيرة، فهنا يقوم بسد الشقوق، بسد الشقوق هكذا، تضع أنت الغطاء الخارجي هنا الغداية، ونقوم بتغذية النحل بالمحلول السكري التحفيزي. الآن نقوم بتغذيته بالمحلول السكري التحفيزي، ونقوم بالغلق على الخلية، ونقوم بغلق على الخلية، نقوم بإرجاع كل شيء كما هو، تنظيف كل شيء أخي الكريم، أيضا تنظيف الغطاء الخارجي هكذا، ورشه خل التفاح والثوم، يعني قلت لكم خل التفاح والثوم يعقم هكذا، ونقوم بالغلق، نقوم بالغلق إخواني، ونتركه إخواني، ونبدأ نغذي يوم بعد يومين. من بداية شهر سبتمبر نبدأ نغذي يوم بعد يومين التغذية التحفيزية أو العجينة البروتينية، وخلال 10 أيام سنتفقد الخلية. إن وجدنا النحل قام بجمع العسل في الإطار الأخير، أو وضع فيه الملك البيض، أو وضع فيه النحل في آخر، سنقوم يعني بإضافة إطار مبني آخر. من المستحسن أن تضيف إطارات مبنية إذا كانت الإطارات مبنية لونها أبيض أو أصفر، ولكن إذا كانت سوداء أو بنية داكنة فقم برميها أحسن أخي الكريم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.